حاسه انه المصري لعب مع بيراميدز مباراتين ورا بعض في يوم واحد؟ انا ما فهمتهاش. عنده فرقتين بتحصل. ساعات كانت في فتره الاعداد تلعب ماتش الصبح وماتش بعد الظهر بفرقتين عشان تشرك ال 25 لعيب. انت واخد بالك؟ عكس ما تلعب تشركهم على 45 دقيقه. ممكن نقول المصري الف والمصري ب والبيراميدز الف والبيراميدز ب. كل فرقه فيها فوق ال 25 لعيب. ماشي، انا عارف يعني. اذا يعني انت لعبت الفريق غير الفريق. تعتبر مباراه غير المباراه. تعتبر والبيراميدز عمل كده برضه. ما انا قلت عندهم لعيبه وده جزء كويس من الاعداد يعني. تفكير كويس زي تفكير الثلاث اشواط اللي لعبوا الزمالك مع دجله. نعم. ده تفكير جيد. انا ما عجبنيش. لا تفكير جيد. بعد كده زيزو جاله شد وطارق حامد جاله شد هو زيزو لعب قد ايه؟ لعب شوط بس. ما هو خد ورا بعض ثلاث ورا بعض ما جالوش شد من من الشوط اللي لعب. انا شفت انت لعبت 90 دقيقه يعني. كنت ممكن زي ما انت بتقول. لا هو ممكن كان ولا برضه عشان عنده فرقتين فجرب فرقه ثانيه. عنده فرقتين ودخل ناس وطلعت ناس. لا هو جاله من قبل كده من التحضير طبعا. ممكن يكون في الشغل عشان تلحق، ففي عضله بتستحمل وفي عضله ما بتستحملش، في عضله بتشيل وفي عضله بيجي لها حاجات خفيفه. فده وارد يعني.